طيب، صباح الخير. النهاردة يوم الأحد 7/6/2020. أنا بعمل الفيديو ده عشان أحكي عن تجربتي مع كوفيد 19 أو كورونا. أول حاجة بس عايز أقولها، أنا بفكر أعمل الفيديو ده من أول يوم ظهر لي أعراض، مع إني قعدت تقريبا 10 أيام 12 يوم لحد ما أتأكد إن أنا عندي كورونا بشكل رسمي. وبدأت فعليا أعمل فيديوهات، ولكن وقفتها لان في مرحله ما كنتش قادر اعمل الفيديوهات. وقررت ان انا هحكي عن التجربه بعد ما تخلص تمام. فانا بس عايز اطمن كل الناس اللي بتبعت لي وبتسال عليا، عشان في خبر اخبار انتشرت على الانترنت والسوشيال ميديا ان انا تعبان او ان انا جالي كورونا. ده حقيقي، بس انا كويس، بقالي اسبوعين كويس جدا، قاعد محظور في البيت من ساعه ما جالي، من 3 اسابيع. وبس، فانا هحكي لكم باختصار جدا عن تجربتي، يمكن تفيد حد عيان دلوقتي، وده بالنسبه لي الاهم، او حد ممكن يعني في الاسابيع اللي جايه او الشهور اللي جايه. وهقول حاجه بسيطه بس للناس اللي ما جالهاش، يعني بقيه الناس. باختصار هحاول اعمل الفيديو ده، انا نفسي اخلي الفيديو ده 2 دقيقة، بس في حاجات كتيره محتاجه اقولها، فمعلش استحملوني. اول حاجه، انا اول ما عرفت ان في كورونا في شهر 3 ترعبت. انا عايش مع والدي، عنده 79 سنه، لو حصل له حاجه انا يعني دي ممكن نهايه العالم بالنسبه لي، اهم شخص في حياتي، وكنت مرعوب. وبالتالي احنا الاثنين كمان كنا مرعوبين، خدنا قرار ان انا اسيب البيت، لان انا بنزل اشتغل وبحتك بناس كل يوم واعداد كبيره وعندي التزامات، فما اقدرش ان انا اوقف شغل، وزي ناس كتيره جدا تانية مضطر ان هي تنزل وتحاول تاخد احتياطاتها بقدر الامكان. فانا يوم 17 مبدئيا انا خلصت تصوير حوالي اخر ابريل اول مايو، انا مش عارف جالي ازاي كورونا، انا فعلا ما اعرفش. يعني انا ما اقدرش اقول هي دي اللحظه اللي جالي فيها كورونا او ده الموقف. انا قعدت بعد ما خلصت حوالي فترة كبيرة، أكتر من أسبوعين، حبس نفسي في البيت، بشوف ناس قليلة جدا، احتكاكات قليلة جدا مع الناس، اللي هو التجمعات الخفيفة في رمضان 2 3 4 من أصدقائك في إفطار أو كده. يوم 17/18/5 ظهر لي أول أعراض. وأول حاجة ظهرت لي هي صداع، حرارة، وتكسير جامد جدا، بس الصداع كان هستيري. الصداع كنت حس ان عندي نزيف في دماغي من كتر ما هو كان قوي جدا. بعد 12 ساعه ما ظهر لي اعراض، انا قررت ان انا اقول لكل الناس اللي انا قابلتهم في ال 14 يوم اللي قبله. وطبعا ناس كتيره كان رد فعلها اهدى وما تقلقش وان شاء الله خير وعيا وبرد، والناس بتحاول تطمنك وانت بتحاول تطمن نفسك ان شاء الله خير. بس انت، انا كان احساسي ان واجبي ان لازم ابلغ كل الناس اللي احتكيت بيها، سواء كلمتهم، بعت لهم واتسابس او كده. وحصل وبلغت الناس، وفضلت اقول لهم لا، ده انا تاني يوم برضو عندي حراره، تالت يوم عندي حراره، ورابع يوم وخامس يوم بالنسبه لي كانوا اصعب ايام مع الكورونا. او يعني انا في الوقت ده ما كنتش متاكد فعليا، ما كانش معايا دليل ان عندي، بس انا حاسس وعندي الاعراض وفقط حاسه الشم والتذوق. وبالتالي بلغ كل الناس. الرابع يوم وخامس يوم كانوا اصعب ايام بالنسبه لي، فعلا كانت ايام صعبه جدا. وفي مرحله كنت حاسس ان انا يعني الحراره كانت عاليه جدا، باخد الباراسيتامول او ماده الباراسيتامول اللي بتنزل الحراره، وبعد 3 ساعات الحراره بتزيد تاني، بتوصل ل 39.5، واضطر اخد دش وكمادات وحاجات وبتاع، وانا باخد بالي من نفسي لوحدي. فطبعا تعبت نفسيا وصعبت عليا نفسي، وفي اليوم الخامس حسيت ان انا بموت. يعني كنت هعمل فيديو وصيه اصلا، يعني لما ببص بحس يمكن انا كنت عشان جوه الموضوع ومقفور، بس فعلا كنت، كان ايام صعبه جدا، وكنت خايف ان انا اموت لوحدي في الشقه ويضطروا يكسروا الباب، فخليت حد من اصحابي يديله مفتاح. المهم، مش ده موضوعنا. سادس يوم، سابع يوم بقيت احسن بكتير.
اعراض خفيفه جدا برضو، مفيش تذوق ولا حاسه شم، ودي من اهم الحاجات اللي انا كنت قريتها وبس. وبقيت احسن، ومن هنا ابتدت رحله الشفاء يعني او الريكفري. طبعا عملت تحاليل دم، ساعتها ما كانش فيه فكره ان المسحه والمستشفيات الخاصه بتعمل مسحه، انا خفت اروح بصراحه الحميات، قلت لو ما عنديش هيجيلي فخليني في البيت. وكل الفيديوهات والحاجات اللي كنت اتفرجت عليها قالوا لي، بالذات بره يعني، كنت بتفرج على حاجات كتير قوي في انجلترا وكده شهادات، فالناس تقول لك لو انت ما عندكش حاجه سيفير، مش قادر تتنفس او قادر تتنفس وما عندكش الحاجات اللي هي القويه، اقعد في البيت. وفعلا ده اللي انا عملته، ان انا قررت ان انا هقعد في البيت وعالج نفسي، وده اللي حصل. برضو دي تجربتي، في ناس تانية كان عندها تجربه ابشع بكتير، فانا مش عايز اعمم تجربتي، بس تجربتي هي لمعظم الناس اللي كلمتني جالها، ومعظم الناس الارقام الاحصاءات بتقول كده، يعني 95% من الناس اللي جالها بتخف، بالذات تحت سن 60 بتخف لوحدها، انت بتتغلب على الفيروس. وانا عملت ده، وانا شخصيا عشان انا كان عندي حراره وفقط حاسه شم فقط، كنت باخد باراسيتامول او بنادول وفيتامين سي فقط، رفضت ان انا اخد اي دواء ملاريا، رفضت ان انا اخد كورتيزون والحاجات دي، لا انا شخص ما بحبش اخد ادويه، ده يمكن ده انا عارف ان الفيروس ده ملوش علاج، فاي دكتور هيديني علاج هو بيأمن، في بروتوكولات هنا وهناك، وفي فرنسا بيعملوا، في انجلترا بيعملوا، في القصر العيني هنا بيعملوا، فكل حد عنده البروتوكول بتاعه، بس فعليا مفيش علاج، فالعلاج ان انت جسمك بيغلب، وده اللي بيحصل. ده طبعا في البيست كيس سيناريو او في الحالات الكويسه. في ناس كتير اكيد سمعنا عنهم في الفتره اللي فاتت، يعني تعبوا، في ناس نعرفهم واهلي ناس نعرفهم وجدود ناس نعرفهم تعبوا، فانا حابب بس اقول ربنا يرحم كل الناس دي، وربنا يصبر اهليهم. انا حاسس بيكو، واحنا كلنا حاسين بيكو، لان احنا التايم لاين بتاعنا كل يوم بنسمع اخبار ناس بتموت. بس معلش انا اسف، هبص على النقط بتاعتي. المهم انا بعد كده عملت مساحات وتاكدت ان انا كويس الحمد لله. لما بدأت موضوع المساحات ده كان بدأ بعد العيد بشوية، المستشفيات الخاصة ابتدت تعمل ده، في حاجات بشكل رسمي وحاجات بشكل غير رسمي، أكيد الناس كتير عملت يعني مساحات وكده. أهم حاجة بس أنا بعمل الفيديو ده ليه؟ أنا آسف طبعا أنا طولت عليكم، والله كان نفسي أعمل الفيديو ده في دقيقتين، بس في حاجات لازم تتقال. أنا بعمل الفيديو ده عايز أكلم الناس اللي جالها كورونا أو الناس اللي هتجيلها كورونا في الايام او الاسابيع او الشهور اللي جايه، يمكن شهادتي تفيدكم في حاجه. وهكلم الناس اللي اقل من سن 60 سنه، اوكي؟ انا واحد عندي 33 سنه ودي تجربتي، مش عايز اعممها على الكل، بس عايز اكلم الناس اللي جالها الفيروس او اللي هيجيلها. عايز اقول لك ان انت لو عندك اعراض خفيفه، كحه تعتبر اعراض خفيفه لان هي مش ضيق في التنفس، كحه، حرارة، ترجيع، إسهال، تكسير، صداع، في كم أعراض تانية مش فاكرهم دلوقتي، لو عندك كل دول وقادر تتعامل معهم تاخد أدوية تعالجهم، خليك في البيت، مش محتاج تنزل مستشفى، مش محتاج تاخد مكان حد فعلا محتاج يروح المستشفى ومحتاج إن هو يتعالج ومحتاج جهاز تنفس. طبعا لو أنت تعبت وحسيت إن أنت مش قادر تتنفس، فورا اتجه لأقرب جهة تقدر تستقبلك وتعالج ضيق التنفس ده. فأنا مش قصدي إن أنا أقلل أو أهول من الأعراض. إحنا سمعنا عن شباب برضو ما عندهمش أي مشاكل صحية وجالهم يعني حصل لهم ضيق في التنفس وحاجات كده، فدي حاجة. آخر حاجة بس كنت عايز أقولها، أول ما يجيلك، لو جالك، قول لكل الناس اللي حواليك، الموضوع مش عيب يا جماعه، مش عيب ان يجيلك، انت ما عملتش حاجه غلط، انت عييت. احنا ما بنعملش كده مع الناس اللي جالها كانسر، ما بنعملش كده مع اي حد عيب اي حاجه، فمش عيب. اوكي انا فاهم ان انت بتحس ان انت منبوذ وده طبيعي، وانت مش عايز تمشي بسماعه تقول يا جماعه انا عندي كورونا، يا جماعه انا عندي كورونا، او تحط على الفيسبوك، انا فاهم،
انا شخصيا ما كنتش عايز اعمل ده، بلغت الناس اللي حواليا، في زملاء كتير عرفوا، بس كنتش عايز امشي في الشارع اقول ده، لان انت بتحس ان انت منبوذ، بتحس ان انت المجتمع مرعوب منك وخايف منك، وده طبيعي لان انت عندك فيروس خدته، مش مهم ازاي، فعلا مش مهم ازاي خدته، انت جالك فيروس العالم كله خايف منه، العالم كله خايف منه والناس كلها خايفه تتعامل معاك، فده طبيعي. ومع الوقت لما هتتحسن ويحصل لك التستات السلبيه وكده وتعرف ترجع تاني للحياه، الحياه ترجع لمجاريها. وبرده يا ريت ما نعملش الناس العيد كانهم منبوذين، لان فعلا الجانب النفسي مهم جدا جدا، دي حاجه. تاني حاجه، بس الناس اللي ما جالهاش واللي كويسين يا رب تفضلوا كويسين. انا بس عندي رضاء، انا مش عايز اطلب من اي حد حاجه، انا عندي رضاء يا جماعه، الموضوع مش بسيط، الموضوع بجد مش هزار. اوكي، انا جالي اعراض خفيفه، انا بقول لك الموضوع ما كانش سهل خالص، اقول لك ده دور برد، لا مش دور برد خالص، انا جالي ادوار برد كلنا، اللي هو الدور البرد بتاع انا ايه ده، انا جالي الكورونا على فكره في شهر واحد، انا في شهر 11 تعبت، كلنا تعبنا وخدنا الدور الوحش ده اللي كلنا مش هو ده، والله العظيم ما هو ده، وكل الناس اللي جالها وكلمتني عارفه ان هو مش هو ده، فهو الموضوع صعب، فتتعامل مع الموضوع بجديه، خلي بالك غسل الايدين، حافظ تحفظ على المسافات، حافظ عليها، لبس الكمامه، ما نسلمش على بعض، ما نخمس في مشروبات ولا سجاير مع بعض، كل الحاجات دي بتفرق في انتشار المرض. لو مش خايف على نفسك، خايف على اهلك، خايف على الناس اللي انت بتحبهم، خايف على اهالي اصحابك لو انت حاسس بالمسؤوليه، او جدود اصحابك، فدي حاجه. تاني حاجه، لما حد يكلمك يقول لك انا عندي اعراض، اسمعه كويس قوي، خلي بالك، حاول تحذر نفسك في البيت لو الشخص ده احتك بيك، ما تاخدش الموضوع الله ده الموضوع خفيف لذيذ، لا الموضوع مش لو حد عنده اعراض وبيقول لك انا عندي اعراض 1 2 3، خد الموضوع جد، لان انت لو ما خدتش الموضوع جد ونزلت يبقى انت كده في حاجه غلط في البوصله الاخلاقيه بتاعتك، ده اولا، ولازم تراجع نفسك. 2، انت كده بتاذي نفسك، فانت كده بتاذي غيرك، فانت كده دخلت في مرحله تانية. فبعد اذنكم بس تعاملوا بوعي وحذر وخافوا على بعض. انا اسف ان انا طولت عليكم، بس كنت عايز اقول للناس خلوا بالكم من نفسكم، وان شاء الله ان شاء الله لو تعاملنا بوعي وتواضع مع الفيروس، بلاش العنطزه، الموضوع ده هيعدي. وحابب بس اخر حاجه اشكر كل الناس اللي وقفت جنبي، كل الناس اللي قعدت تسال عليا، اللي بعتت لي طاقه ايجابيه، الناس اللي بعتت لي اكل وانا مش قادر اتحرك، كل الناس سواء من عيلتي او من اصدقائي، بجد 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 انا بحبكم وعرفت قيمتكم، وفي ناس عرفت برضو قيمتها ولغتها من حياتي. ففعلا المرض ده علمني حاجات كتير، واتمنى ان انا اكون قلت لكم تجربتي، يعني تكون فرقت معاكم. وانا اسف، كان نفسي اعمل فيديو 13 دقيقه بس ده اللي حصل، حاولت احكي كل حاجه بسرعه. اشوفكم على خير، وخلوا بالكم من نفسكم، وانا كويس يا جماعه، وان شاء الله انكم تبقوا كويسين.